السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن السيارة تويوتا ياريس هاتشباك موديل 2020. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. تويوتا ياريس من اشهر عربيات تويوتا في الاسواق المصريه بعد تويوتا كورولا، فهي عربيه اقتصاديه بتنافس في فئه سعريه فيها مبيعات قويه جدا. بتتوفر تويوتا ياريس هاتشباك وسيدان في مصر، لكن مؤخرا شركه تويوتا اكدت ان مفيش وجود للنسخه السيدان من العربيه دي في مصر. النسخه الوحيده المتوفره منها هي النسخه الهاتشباك، وهي الاكثر انتشارا حاليا. العربيه ياريس من تويوتا حققت نجاح كبير ومبيعات قويه ونفست بشكل جيد مع عربيات تانية كتير موجودة في نفس الفئة السعرية، خصوصا الفئة المانوال زي فورد فيستا 2020 وهيونداي اي 10 2020 وفئة بونتو وعربيات تانية كتير. مواصفات تويوتا ياريس هاتشباك موديل 2020 المانوال 1000 سي سي او اوتوماتيك 1500 سي سي. القوة الحصانية 109 حصان، عزم دوران 136 نيوتن متر، سعة خزان الوقود 42 لتر، الفتيس اوتوماتيك سي في تي او مانوال 6 نقلات، النسخه المانوال 3 باب كوبيه، اما الهاتشباك 5 باب فيها جنوط وانذار. يعيب العربيه ان الفرق بين النسخه الاوتوماتيك والهاتشباك في السعر بيوصل ل 100,000 جنيه مصري، وهو اللي بيحطها في فئه سعريه مختلفه تماما. الفرق بين العربيتين هو الفتيس والموتور فقط، احدهم نازل بفتيس مانوال وموتور سعه 1000 سي سي وهي ثلاثيه الابواب، والفئه الثانيه نازله مع فتيس اوتوماتيك سي في تي بموتور سعته 1500 سي سي ونازله مع 5 باب، ودي الفروق الاساسيه بين الفئتين فقط. بالنسبه للفرق بينهم، الفئه الاولى المانيوال كوبي 3 باب، شنوط انذار، فرامل اي بي اس واي بي دي، وسائد هوائيه للسائق والراكب الامامي، سعرها ب 220,000. الفئه الثانيه اوتوماتيك 5 باب، فيها كشافات ضباب وفرش جلد زيادة على اللي قلناه في الفئة الأولى، بسعر 315,000 جنيه. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.